حالة أخرى، ها هو أيضاً مثال يبدو فيه العرب بعيداً عن الواقع، والمقصود بهذا المثال امرأة شابة جميلة جداً ومتزوجة، إنها ترغب في مجرد نصيحة، وسنرى ما نتج عن ذلك. ثمة دروب كثيرة من الخصام بيني وبين زوجي، إنه يريد أطفالاً، وندخل في مناقشات عديدة، وأنا أخشى أن يسير منزل الزوجية نحو الانهيار. ألا ترغبين في الأطفال؟ كلا، إنني لا أحب الأطفال، وأصطنع أي شيء، ولكنه أمر أقوى مني. ماذا تأخذين على الأطفال؟ أنا لا شيء، إنه لأمر غريزي، فهم يزعجونني. ثم أنت ترى، أكره أن أكون حبلى. لماذا؟ حقا لا أعلم. تلك هي الدواعي في البداية، والعرض مجرد خصام مع زوج، ويبدو أمرا عاديا، ولكن كيف يبدو في الوهلة الثانية؟ حقا لقد فكرت وتكلمت على ذلك مع زوجي. أظن أن ثمة شيئا آخر غير ما قلته. هل ستتفضل بمساعدتي؟ بالتأكيد. كيف هي حال حياتك الزوجية؟ حسن، لا أعلم أين أنا منها، فزوجي يجد أن بواعثي ليست ذات قيمة، وأنا متفقة معه. إذن هل أنت مرتاحة في الحياة؟ أقصد من الناحية المعنوية. أبدو على ما يرام، أليس كذلك؟ ألست متميزة؟ ألست فتية؟ حسن، لازلت بنتا صغيرة تخاف. وكيف يكون رد فعلك أمام الأطفال الأكبر عمرا؟ رد فعلي ممتاز، إنني أقبل أن يكون لي طفل جاهز عمره 6 سنوات أو 7. ألكي لا تضطرين إلى الحمل؟ نعم، عندما أرى امرأة حبلى في الشارع أجتازه إلى الطرف الآخر، إنه لأمر أقوى مني. ثمة ضرب من التقزز، وكلمة الحمل تثير لدي التقيؤ. وكل شيء يتحول الآن، فقد قررت هذه المرأة بوصفها تحس أن ثمة صراعا عميقا يعذبها أن تشرع في تحليل نفسي. وسأقدم لهذا التحليل تخطيطية، وسأعود إلى ماضي هذه المريضة، وسنرى تدخل أم هذه المرأة الفتية، وسنرى كذلك مناخا حياتيا أصبح رمزيا وأدى إلى الوضع الراهن. لقد بدأ إذن تحليل نفسي، وكل شيء يجري بصورة عادية في البداية. كان المقصود علاجا ذا قاعدة تحليلية، وكانت الذكريات تخطر أفواجا، وكانت السيدة عاء لا تتكلم على أمها أبدا على وجه التقريب، إلا لتقول عنها أمي امرأة سلطوية. ثم انطلقت المكبوتات، يرافقها الغيظ والنحيب بعد بضع التوجيهات التي قام بها المحلل. كانت أمي استبدادية حتى طرف أظافرها، ولم تتركني قط أنجز عملا شخصيا، وكانت تراقب أدنى أفعالي وحركاتي كما لو أنني كنت عاجزة وغبية. وكانت أمي تحرض خلال 15 يوما إن تجرأت أن أذهب إلى السينما بدونها، وكان عمري 20 عاما، غير مدخرة أي ملاحظة حول ما كانت قد فعلت من أجلي وحول حياتها التي ندرتها لي، وتلزمني تحت طائلة الحرد دائما أن أمثل دور الصغيرة العاقلة جدا، وتفعل كل شيء لكي أظل متعلقة بثوبها كما تتعلق به شوكة. وكان ذلك يجري يوما بعد يوم؟ أوه نعم يا سيدي، كنت أشتر في الليل ما كنت سأقول لها بغضب لأنها لم تكن تدرك شيئا. ثم إنني كنت أصمت، لو كنت تعلم ما استطعت أن أوجه إليها من لوم أمام مرآتي. واستمر العمل، ويرى المرء يرتسم بالتأكيد كره المرأة الفتية المكبوتة لأمها. وفي يوم من الأيام وصلت السيدة عائلة عيادة المحلل شاحبة ومصابة بالحصر. هل تعلم يا سيدي، لقد راقبت نفسي منذ يومين، ولاحظت حركاتي وأسلوبي في السير والمناقشة والشكوى. إنني كأمي، إنني شبيهة بأمي، إنني مثل أمي. المرأة الفتية تنتحب، ولهذا فأنا أكره نفسي. ثم انفجرت قائلة، ولكني أرفض أن أكون شبيهة بأمي، أكره أمي التي سحقتني دائما وحالت بيني وبين أن أحتفظ بشخصيتي. إنها صبت دائما حصرها الخاص علي، إنها هي التي كان ينبغي أن تكون موضع العلاج عندما. وساد صمت طويل، وبكت المرأة الشابة وترددت طويلا. عندما كنت ألاحظ صدر أمي،
فقد كان الأمر وكأنه ضرب من الرعب، وأنا أقول لنفسي إن هذا الصدر كان قد، وساد الصمت، فكلمة أرضعني لا تخرج من حلقها. إنني أتوقف هنا، فذلك يقودنا إلى ما سيأتي فيما بعد. انظر النمط الأولي للأم، فصل، جواز سفر إلى اللانهاية. وفي يوم آخر أرتني السيدة عاء رسما رسمته وهي في 18، وها هو الرسم. الرسم سلسلة من الوديان الصغيرة المستديرة تماما والمشطوبة بغيط. وتشرح لي السيدة عاء: هذه الجبال إنها كانت حلما، فالكلمة كانت تثير تقززي. لقد رسمت ثم شطبت بغضب، لم أكن أريد حلما. أفهم الآن إنها صورة مستديرة شطبتها، مستديرة كبطن أمي. إنني أرفض أن أكون خارجة من أمي، وهي من جهة أخرى عندما كانت تقترب مني كنت أصاب برعشة من التراجع. ولنشر هنا إلى أن الفتاة الشابة في سن 18 من عمرها كانت تكره كل ما كان يذكرها بصورة لا شعورية تماما مع ذلك بالعذوبة والاستدارة الأموميتين. فهي على سبيل المثال كانت تحب قمم الجبال، رموز القضيب المنتصب، ولكنها كانت تكره المستنقعات والماء بصورة عامة، رمز الأم والمرأة. ولم تأكل على الإطلاق بيضة ولا سمكة تحتوي على البيض، وكانت ترفض السكر، حلاوة تمثل العودة إلى الأم، ولكنها كانت تهرع إلى البسكويت المالح إلى آخره. يضاف إلى هذا أنها كانت ترفض الخروج في الضباب والمطر، رمز حضن الأم التي يختبئ فيها المرء ورمز مؤنث إلى آخره. وترى إذن إلى أي حد خلا عرض البدء مكانه لوضع مختلف كل الاختلاف. ومن المؤكد أن ذلك يبدو بسيطا بما فيه الكفاية لدى قراءة هذا القليل من السطور، ولكن بأي دروب الحصر والإشجرار لم تمر السيدة عاء قبل أن تحتاز الشعور بما كان يدبر في لا شعورها وفي لا شعور أمها، وهذا ليس سوى جزء صغير جدا. وقالت السيدة عاء في أحد الأيام: ليست أمي هي التي أكره، بل ما تمثله بالنسبة لي. إنني مثلها، ولا بد لي من قبولها لكي أتغير، والحال أني رفضتها دائما بغضب، ومجرد كوني أشبهها جسديا كان يضعني في دروب من الغيظ المجنون، وكنت أتبهرج بصورة حتى تختفي تحت الحمرة، هذه الغضون التي تحيط بالفم، ألا ترى؟ لأن أمي كانت لها هذه الغضون أيضا، وكانت تغضب عندما كنت أتبهرج، وكلما كان غضبها يزداد كنت أتبهرج أكثر. ويتبين إذن أن المرأة الفتية كانت قد توحدت بصورة لا شعورية بأمها، وهي ترفض مع ذلك أن تكون شبيهة بأمها، وكانت ترفض دورها الأنثوي في الوقت نفسه. فكان الأمر ضربا من الصراع بين الحب والكره مع الحصر الذي كان ينجم عنه. وكانت السيدة عائذا ترفض الحمل، وقد أفضى الأمر بها إلى أن تكره الأم بصورة عامة وألا تحتمل مبدأ الأم. كانت تعبر الشارع إلى الجانب الآخر عندما كانت تتجه صوبها امرأة حامل، فأن تكون المرأة أماً أصبح بالنسبة إليها رمزاً كان مقيتاً مثل أمها. وماذا حدث فيما بعد؟ ما أن تمت بعض الضروب من احتياز الشعور حتى تحررت السيدة عاء من التواءاتها الداخلية. وما الوضع بالنسبة إليها حالياً؟ للسيدة عاء طفلان وهي أم رائعة. هل القصة المرضية واحدة بالنسبة للجميع؟ كلا بالتأكيد، فذلك يعني أن نقول أن 1000 شخص مختلفين يبدأون تحليلاً نفسياً في الأعماق على النحو نفسه، و1000 شخص يعني 1000 حياة مختلفة و2000 من الآباء المختلفين. حين لا يبحر في طفولة المريض أخوة وأخوات، فكل شخص يمثل بالنسبة إلى عالم النفس مشكلاً لم يسبق له أن رآه، وظروف هذا الشخص لم يسبق له أن سمع بها، وذلك يتيح للمحلل أن يكون في كل يوم أكثر تواضعاً بعد الشيء وحذراً أمام الحالات التي تعرض له. ويرى المرء إذن، وأكرر ذلك، أن على المحلل أن يتصف بضرب من الجاهزية لدى كل اختبار، وأن كل موجود إنساني محصلة الظروف الشخصية والوراثية والتربوية والاجتماعية والثقافية، وأنه يتصف بتاريخية لا تشبه أي تاريخية أخرى. ولو أن الأعماق الإنسانية الكبرى تتشابه كما يتشابه الإخوان التوأمان، وسأتكلم إليكم على ذلك فيما بعد. وعلى أي الأحوال،
ثمة الأنا الخاصة بكل شخص، ووالدا كل شخص، ولا شعور كل شخص، وعصاب كل شخص، والأسلوب الذي يستجيب به كل شخص للظروف إلى آخره، وذلك يبدو في البدء بمثابة إشارة استفهام كبيرة. إن أي عالم يتخثر في ضرب من الطريقة يحبس نفسه في شرك، وستكون أرثوذكسيته الثابتة بويب ينغلق على عمله، وذلك يعادل تجميد مريضه في إطار من الأفكار المتصورة على نحو مسبق. فعصاب أحد المرضى ليس عصاب المريض الآخر، ومع ذلك فإن كل عصاب صائر إلى حماية السيد فلان أو السيدة فلانة من شيء من الأشياء، ولكن من أي شيء؟ وما هو هذا العصاب؟ وهل يطابق الأعراض التي يصفها الشخص المعالج؟ ولأي شيء تم استخدامه في الماضي؟ وما السبب في إثارته؟ ولماذا استمر؟ ولماذا لا يزال موجوداً في الوقت الراهن، فيما أن الظروف التي أثارته ربما زالت؟ فكل شخص يتصف في أعماقه بأنه غاب من إشارات الاستفهام، وذلك قائم سواء كان هذا الشخص مصاباً بالعصاب أم غير مصاب، وكل فرد يبدي أعماقاً نفسية لا تخضع للقياس، وعلى العكس يبدي بعض الأشخاص في السطح أعراضاً تظهر متعددة، في حين أن جذر العصاب غير متعدد على الإطلاق. والمحلل والمحلل في بداية عمل سيكولوجي عميق هما إذن شبيهان بقاصرين جزئيين، والبئر الذي ينبغي النزول فيه ضيق ومظلم، ومع ذلك ينطلق المرء بأسرع ما يمكن، ففي متاهة تبدو للوهلة الأولى أنها معقدة بصورة مخيفة، لابد من النزول درجة درجة بحثا عن الموضوعات الكبرى، موضوعات حياة. ردود فعل المحلل: يبدو المحلل من الناحية الخارجية سلبياً، فهو لا يتكلم أو لا يتكلم إلا قليلاً جداً. إنه يطرح بعض الأسئلة الذكية ليسد بعض الثقوب فيما يقوله المحلل، ويطلق بعض ضربات المسبر، ويحاول تحقيق ضرب من الاستمرار فيما يقوله مريضه. وعلى أي حال يبقى المحلل حيادياً، ولا أقول لا مبالياً، والمحلل يبقى دائماً من الناحية الداخلية فاعلاً بصورة قوية، فلا شيء يمكن أن يفلت منه، لا تعبيراً بصوت المريض، ولا صمتاً، ولا زلة لسان، ولا تردداً، ولا حسراً. وإذا كان ملزماً بأن يظل منتبهاً، فإن شخصيته وآراءه لا يمكن على نحو من الأنحاء أن تتدخل، وليس بوسعه في أي حال أن يشعر بأنه متأثر برأي يقدمه مريضه. ومن الواضح أن المحلل لا يمكنه إذا كان يتعامل مع مريض كاثوليكي وهو غير كاثوليكي أن يستجيب بريبة أو بتهكم إلى ما يقوله مريضه ولو بصورة لا شعورية، وذلك من نافلة القول، ولكنه شرط رئيس، ولا يمكنه أن يستجيب وفق آرائه ولا أن يضع شخصيته الخاصة في الميزان. وردود فعل المحلل تتغير تبعا للطريقة التي يختارها، فهو يجيب عن بعض الأسئلة ولكنه يحتفظ بالصمت أمام بعض الأسئلة الأخرى، ويبتسم أو لا يبتسم، ويشير بحركة من الحركات أو لا يشير، ويختلف كل ذلك بحسب المحلل والطريقة المختارة والظرف الراهن. وعلى أي الأحوال كما سترون فيما بعد لن يكون ثمة أبدا شروح عميقة في البداية، لهذا السبب البسيط المتمثل في أن الجزء الأكبر لا يزال لا شعوريا، وأن الشخص غير مهيئ على الإطلاق لفهم هذه الشروح ولا لقبولها وهضمها. غبطة البدء: بدايات عمل سيكولوجي في الأعماق يولد على الغالب ضربا من الغبطة من نموذج خاص تماما، وهذا أمر طبيعي كما سنرى فيما بعد. وقد يحدث من جهة أخرى أن بعض الجلسات تكفي في حالة العصاب الحديث العهد لإزالة الاضطرابات، وهو أمر يمكن فهمه، فلم يتهيأ الزمن للعصاب لكي ينمو ولا لدروب الكبت أن تغوص. إن كل شيء منوط إذن بالدروع المتتالية التي يلبسها الشخص، والتي تجعل شخصيته الظاهرة محسوبة على أنها شخصيته الحقيقية. وعلى أي حال ستظهر في البداية عناصر ثلاثة موجودة في كل عصاب أيا كان: الإثمية والحصر والعدوانية، وسنرى عدة حالات. ومن المؤكد أن دروب احتياز الشعور لا تزال بعيدة، هذه الدروب من احتياز الشعور التي ستتيح في نهاية المطاف أن تحرر الشخصية الحقيقية الأصيلة المخبأة في الأعماق. ويعيش الشخص حاليا وفق شخصية ليست شخصيته على الإطلاق، لقد تكونت هذه الشخصية
بفعل مجموعة من الدفاعات والأقنعة التي حمته من الخوف والحصر والشعور بالدونية إلى آخره. ويبدأ الشخص إذن تحليلاً نفسياً ترافقه دروعه ودفاعاته، فما الباب الأول الذي ينفتح؟ إنه بكل بساطة باب بعض الأسرار الشعورية، ولكنها أسرار تخنق المريض تماماً، أسرار احتفظ بها لنفسه ولم يجرؤ على الاعتراف أمام الغير، أعني المحلل، وأمام ذاته بالنحو الذي يرى ذاته به، وليس ملزماً بأن يمثل دوراً للمرة الأولى في حياته على وجه الاحتمال. لنعد إلى الشخصية المزيفة، إنها شخصية ظاهرة تحمي من الخوف، فإذا احتمى شخص من الأشخاص فذلك يعني أنه يشعر بالتهديد، والحال أنه ليس ثمة أي داع ليكف التهديد، إذ أن الشخص يعيش كل يوم بين الآخرين، فلا بد إذا لآليات الحماية من أن تتعزز كل يوم وترعى وتتجدد، وفي كل يوم تنضاف إلى الدرع صفيحة وإلى الحصن حجر. وإذ يفعل هؤلاء الأشخاص ذلك فإنهم يحاولون إزالة الصديد النفسي دون أن يعلموا أن ثمة شوكة قوية تبقى مغروسة في قعر لا شعورهم. للمرة الأولى كان حديثنا إذن عن الغبطة في بدايات التحليل، وها هو على سبيل المثال ما يقوله أحد المرضى: إنها المرة الأولى التي أجرؤ فيها أن أبوح بالاضطرابات، لأنني أعلم أن كل شيء يفهمه الذين يعملون في علم النفس وأنهم لا يطلقون أحكاماً على أي شيء. إنني أشعر أن عيادتك جزيرة لا يمكن لأي شيء أن يبلغني فيها. أيقال إنه طفل يبحث عن السلام والأمن؟ والواقع إننا إزاء رجل يمتلك طاقة هائلة وذكاء نادر، وقد أتى يبحث عن المحلل من أجل بعض الانحرافات الجنسية، ولكن لدى هذا الرجل بوصفه مصاباً بعصاب جزءاً من الشخصية بقي طفالياً وبالتالي متوقفاً، وهذا الجزء الطفالي سيثبت على المحلل الذي سيصبح أباه التحليلي بكل الرمز العميق الذي يرتبط به. وعبارته: عيادتك جزيرة أشعر بالراحة فيها ولا يمكن لأي شيء أن يبلغني فيها، تذكر بحرارة حضن الأم، ولكن ذلك حكاية أخرى سأتكلم عليها فيما بعد. ويبدأ إذن هذا الرجل الذي عاش متشنجاً خلال السنين يسبح في الغبطة، فلماذا؟ إنه بادئ ذي بدء يعلم ويحس بأن المحلل يقبله ويحبه كما هو ودون ظل من حكم أخلاقي. ويقول هذا الرجل أيضاً: أحس للمرة الأولى أنني لست مسخاً من الانحراف، ولكنني انحرفت عن طريق عقب ظروف لم أدركها، فبوسعي إذن أن أقول لك دون خجل كل ما أحس به، إنه الأمر الرائع هذا. وثمة عندئذ محاكمة تستقر بهدوء لدى الشخص: يقبلني المحلل ويحبني، إذن ربما بوسعي في الحقيقة أن أقبل نفسي أنا أيضا وأن أحب نفسي كما أنا حاليا، بانتظار أن أستعيد شخصيتي الحقيقية. فإذا كان المحلل يقبلني ويحترمني فذلك لأنني لست مسؤولا عما أتصف به، وعيبي الوحيد أن لي لا شعوراً، ولكن هل أنا حقاً ما أعتقد أنني متصف به؟ وعلى أي الأحوال علي أن أحاول الرؤية بوضوح وأن أزيل ما يوقف حريتي الداخلية. وهذا الرجل مصيب في محاكمته، وإذا كان يخضع نفسه للتحليل فليس ذلك لكي يهدم شخصيته، وإنما لكي يدمر الدروع الطفالية التي تحجب أناه الحقيقية. ولو أن لهذه الدروع الطفالية على الغالب مظاهر القوة، وهي دروع يحسبها الناس على الغالب إنها الشخصية الحقيقية، والحال أن الرجل المصاب بالعصاب ملزم على الغالب بأن يبدو في الحياة الجارية كما يريد الآخرون أن يكون، وها هو المثال على ذلك: 20 عاماً انقضت وأنا أمثل دوراً وأحمل قناعاً، وكنت مرغماً على ذلك، وإلا رآني الآخرون كما أنا عليه، وعندئذ سيحتقرونني، إنني رجل ضعيف، ولكنني لا أستطيع أن أبدو للآخرين أنني رجل ضعيف، وعلي إذن أن أظهر قوياً، فلو عرف الآخرون ما أتصف به واقعياً لاحتقروني ولهملوني. إنه لأمر منهك أن يمثل الإنسان هذا الدور في كل لحظة. واليوم الوحيد الذي أستطيع فيه أن أكون ما أنا بعض الشيء هو يوم الأحد عندما أستريح في الريف، وإنه لأمر يثير الحصر، وفي هذه الفترة إياها أيضاً أن يقول المرء لنفسه: إنني رجل ضعيف، ولكن علي غداً أن أستأنف استعادة دوري وقناعي.